الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في ذات يوم دخل هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين بيت الله الحرام، فرأى فيه سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رحمه الله ورضي عن أبيه وجده، فقال له الملك هشام: يا سالم سلني حاجتك. فقال له: أحاجة من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال: بل من حوائج الدنيا. قال: فإني أستحي أن أسأل في بيت الله غير الله تبارك وتعالى. ثم خرج سالم من بيت الله الحرام، فخرج على إثره الملك هشام بن عبد الملك، فقال له: يا سالم أنت الآن قد خرجت من بيت الله فسلني. فقال: يا أمير المؤمنين، أسألك حاجة من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال: بل من حوائج الدنيا. فقال له: أما إني لم أسأل الدنيا ممن يملكها، فكيف أسألها من لا يملكها؟ تعال لنستمع ماذا قال الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله: قل أفلا تذكرون؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله: قل أفلا تتقون؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله: قل فأنى تسحرون؟ قل من بيده ملكوت كل شيء. إن الناس في هذه الدنيا حنوا جباههم وخضعت أنوفهم ومالقوا ونافقوا وداهنوا وباعوا دينهم، بل وأعانوا المجرمين وقتلوا لأجلهم، كل هذا لظنهم أن غير الله تعالى له من الملك شيئا. الله تبارك وتعالى هو الملك على الحقيقة، وكل من سوى رب العالمين عبد مملوك لا يملك. ما الذي يملكه الله؟ الله تعالى له ملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما. الله تعالى يقول: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. كل شيء لله، ليس هناك شيء البتة يملكه أحد إلا رب العالمين. السماوات وما فيها ومن عليها، والأرض ومن فيها ومن عليها، الإنس والجن والملائكة وكل الخلق، كل هؤلاء وما يملكون ملك لرب العالمين تبارك وتعالى. هم على الحقيقة لا يملكون شيئا. قال الله عن نفسه: تبارك الذي بيده الملك، أي بيده وحده لا بيد غيره. وغير الله تعالى ما الذي يملكونه؟ قال تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين تدعون من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. لا يملكون مثقال ذرة، كل الخلق لا يملكون حتى الذرة، بل ولا يشاركون رب العالمين في ملكية هذه الذرة. إنهم جميعا عبيد مملوكون لا يملكون. ثم هذا الذي في أيدي الخلق من أموال وأراض ومال وصحة وغير ذلك، إنما هي عطية الملك لهم. قال تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. هو الذي يعطي الملك من يشاءه من خلقه ثم ينزعه ممن شاء من خلقه. هذا الملك
خزائن عند الله تعالى لم يعطها لأحد سواه. قال تبارك وتعالى: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. هذه الملكوتية كلها خزائن، خزائن المال، خزائن الصحة، خزائن الأولاد، خزائن الرزق، كل هذه الأشياء خزائنها بيد الله لا بيد غيره. إن أراد الله تعالى أن يعطي أحدا من خلقه شيئا منها فلا يمكن لأحد أن يحجزها عن أحد. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. في هذه الدنيا هذا المخلوق الإنسان الضعيف العاجز بعد أن أعطاه الله تبارك وتعالى شيئا من الملك وجعله مستخلفا فيه، ظن المسكين أن له من الملك شيئا، فنازع الله تعالى نزاعا صوريا، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. بعد أن آتاه الله الملك جاء لينازع في ربوبية رب العالمين سبحانه جل في علاه، وليزعم هذا المخلوق الضعيف العاجز الحقير أنه رب وأنه إله من دون الله تبارك وتعالى. ينازع الإنسان في هذه الدنيا عندما يستغني. قال تبارك وتعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى. هذه هي بداية الطغيان، متى؟ أن رآه استغنى. الحقيقة أن الإنسان لا غنى له عن ربه طرفة عين، فهو الذي ملكه الحياة، وهو الذي ملكه العافية، وهو الذي ملكه الرزق، وهو الذي سيأخذ هذا كله منه. لكن أحيانا الإنسان لضعفه ولصلفه وكبره يستغني عن ربه لما يرى مما أعطاه الله تبارك وتعالى. لذلك يظهر للجميع في يوم معين أن الملك الحق هو الله، وأن من سوى رب العالمين ملوك مزيفون. هذا اليوم هو يوم القيامة. قال تبارك وتعالى: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين إذن ملوك الأرض يومئذ؟ لا ملك. لذلك قال تبارك وتعالى في سورة الفاتحة، قال: مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء، فلا ملك غيره لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن يظهر ذلك جليا يوم القيامة. إن عرفت أن الله تعالى هو الملك الحق، وأن من سوى الله لا يملك ذرة ولا يشارك رب العالمين في شيء، فيا عبد الله تعلق بالملك الحق واجعل ذلك بين يديه، لا تنافق أحدا، عش عزيزا كريما. لماذا تداهن؟ لماذا تعش بين الناس بوجهين؟ لماذا تتذلف لأولي السلطان ولأصحاب الوجاهات؟ اعلم أن هؤلاء جميعا لا يملكون لأنفسهم لا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، هم مملوكون فقراء مثلك. لذلك كن كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الرب الذي تسأله هذا الملك ملكه لا ينفد، ملكه لا يقل. إن يد الله كما قال صلى الله عليه وسلم: إن يد الله سحاء الليل والنهار لا تغيضها النفقة. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، هل أنقص ذلك مما عنده شيئا؟ يقول الله تعالى في الحديث الإلهي الجليل: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا جميعا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل اليم. إذا عرفت أن الله تعالى هو الملك لهذا الكون وما فيه، فلابد ألا تتصرف في هذا الكون إلا بإذن سيده. من الذي خولك أن تحل هذا أو تحرم ذلك؟ من الذي خولك أن تفعل ما تشاء؟ هذا ملكه،
ألا له الخلق والأمر، هو الذي يحل. قال تبارك وتعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. هذه فرية، عندما يحل العبد ما حرم الله أو يحرم العبد ما أحل الله. من الذي خولك؟ أملك أنت حتى تحكم في ملك الله تبارك وتعالى؟ إذا عرفت أن الله تعالى هو الملك فاحمد الله أنه الملك، والله الذي لا إله غيره، لو أن خلقا من خلق الله خول ملك الله تعالى أو شيئا منه لأصبنا جميعا بغاية السوء. قال تبارك وتعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. لو أن عبدا من عباد الله تعالى له من ملك الله شيئا لمنع الخير عن الناس، لأن الإنسان عبد ظلوم جهول. أما رب العالمين فهو العليم الحكيم العدل الذي لا يظلم ولا يضل ولا ينسى. لذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصبح كل يوم يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. الحمد لله أن الملك لله لا لغيره، الحمد لله أن الملك لله لا لغيره. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. تأمل لما تحدث مشكلة بين الزوج وزوجته، مع أن الزوج لا يملك أصلا ولا يرزق أصلا، بمجرد أن تحدث بينه وبين امرأته مشكلة يمنع عنها رزق الله تبارك وتعالى الذي أعطاه الله له ليعطيه إياها. هذا عبد يرضى ويسخط بالهوى، أما رب العالمين فيرضى ويسخط بحق. ثم هو سبحانه وتعالى مع أنه كذلك إلا أنه لا يمنع رزقه حتى عن الكافر. يقول صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. إذا عرفت ذلك أن الله تعالى هو الملك وكل ما في يدك ملكه، فلماذا تحزن إذا أخذ منك شيئا من ملكه؟ لما رب العالمين يأخذ منك صحة، يأخذ منك زوجة، يأخذ منك ولدا، يأخذ منك شيئا مما أعطاه لك، لماذا تسخط؟ لماذا؟ الله تبارك وتعالى يقول: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، يعني إنا عبيد له، إنا ملك له. المرأة الصالحة تلك الصحابية لما مات ولدها قالت لزوجها: أرأيت لو أن جيراننا أعطونا عارية ثم طلبوها منا أكان لنا أن نمنعهم إياها؟ قال لا. لما مات ولدها قالت له: فإن الله قد استرد وديعته. عش عزيزا وارض بقدر الله تبارك وتعالى ولذ بجنابه، وعامل الخلق كما هم عبيد مملوكون، لا تذل ولا تنحني ولا تركع ولا تخضع إلا لله تبارك وتعالى الملك الحق. هكذا أرادك فعش كما أرادك الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.